غادي يكون ان شاء الله فيديو جديد معنا في القناه. اليوم ان شاء الله غادي يكون واحد الشكل جديد ديال الفوتيات. وهذا الشكل هذا هو كالتالي، كيتخدم يعني بالكابيتوناج الصدايف، يعني الصدايف اللي كنديروا في هذه الحاله هذه يعني تيكونوا من الثوب، يعني من النوعيه ديال الثوب، يكونوا مغلفين الصدايف على هذا الشكل. اجي لك ادوار بهذا الشكل هذا، يعني مصوبه زينيه وناضيه، ورجلين كما كتوقعوا معنا هنايا كيكونوا ديال لينوكس في الدابي. والخده هذه اللي كنديروا الجسر داخل هي هذه، اللي فيه الموتيف، هذا اللي فيه الموتيف يعني فيه حتى هو يعني الزواقه تبع الارضيه، كذلك الاورونج اللي تبع هذه الخده هذه كيجيو بهذا الشكل هذا. دائما تنحاول دائما يعني نتقاتلوا شي حاجه جديده وشي حاجه اللي هي انيقه وكتناسب مع الصالونات المغربيه وكذلك الفوتوي. وكنتمنى ان شاء الله ينال هذا الفوتوي اعجاب ديالكم، وكنضربوا لكم ان شاء الله موعد لاحق يعني في حلقه ان شاء الله جديد. اليوم ان شاء الله جبنا لكم واحد الشكل جديد ديال الفوتوي اللي كيتخدم بهذا الشكل هذا، يعني كنبداو بالكودوار كتخدم بهذا الشكل، يعني كتجي مفلحه يعني على حسب الشراطيط بحال الشكل ديال البيانو، كتجي على هذا الشكل هذا كتجي مفينيه. وعندنا الظهر كيتخدم بالبيكات في الجناب، زائد حتى هو تيكون فلاحي يعني في الظهر ديالو. وبالنسبه للخده دي كيفاش كنخدموهم، كنخدموهم بهذ اللوينات هذو اللي كيجيو اسورتي مع هذا اللون اللي خدمنا في الكنابي، يعني كيجي هذا اللون هذا. بالنسبة للموديل الثاني اللي غادي نوريكم ان شاء الله هو كالتالي، هو فيني وهذا يعني فيني بالصباغة ديالو كلشي. هذا الديزاين هذا كيتسمى على شكل اس، بومبي على شكل اس مع العريش. لافينيسيون ديال الصباغة هي هذه، قرب لك باش نشوفوا لافينيسيون، هي هذه لافينيسيون ديال الصباغة. بالنسبة للموديل الثالث كيجي على هذا الشكل هذا، اللي الطبلة ديالو كبيرة، الزواقه كتجيب نفس لافينيسيون ديال السدادة، وكتجي هاد القطاع هادي من فوق، ومازال كدار لها كيديرو لها البيزاكراس، يعني كيجي هاد الشكل هذا. ممكن يدير فيه أي أغراض مدرسي تيجيو لداخل، وتيجي بحال هكا تيتحل دائما أغوش ولا دروات. بالنسبة لزاكودوار عندنا في هاد الصالون جوج ديال لزاكودوار تيتسموا لي كوتي، كيتخدمو على هاد الشكل هذا. هذا أن أوتر ديزاين، يعني ديزاين مزيان تيجي أنيق، يعني تيتخدم بهاد جوج فوقات لهنايا. هذا سامبل اللي هو هذا. بالنسبه للاغام نقدروا نختاروا بزاف ديال الاشكال وبزاف ديال الالوان من لاغام اللي هي على هذا الشكل هذا. عندنا بزاف ديال الاشكال بحال الزرق وهذا اللون، عندنا كذلك الكرونه الخضر الملكي، بزاف ديال الاشكال اللي كيجيو طوب. كنتمنى ان شاء الله تنال هذه التشكيله اعجاب ديالكم، وكنضربوا لكم ان شاء الله موعد
لاحق في القناة إن شاء الله. شكرا، مرحبا. زوق الله يخليك، هي هذه. ايوا، وعندنا كذلك الكرونه، يعني هادو تيجيو راقيين. الا بغينا نشوفوا مثلا السامبل ديالهم اللي كيمشي في التلميطة، هو هذا كذلك، فيه ثلاثه ديال الالوان، البيج، الكرونه وكذلك الخضر. وعندنا كذلك يعني مجموعه ديال الاشكال الاخرى، يعني المغايره ديال المطروز اللي كتجي على هذا الشكل. كاين هذا الشكل هذا، وكذلك هما هادو ديرولو اللي عندنا فيهم حاليا. بالنسبه للخدمه ديالهم والتكستيل ديال، مرحبا بكم معنا ان شاء الله. اليوم ان شاء الله جبنا لكم واحد التشكيله جديده ديال الاثواب الراقيه اللي كتمشى في الصالونات المغربيه، اللي هي فخمه. ان شاء الله تفضلوا معنا باش نشوفوا هذه الاثواب. كما كتلاحظوا معنا الاثواب هما على هذا الشكل هذا. كاين عندنا هذا المطروز كيتسمى المطروز الاماراتي، اللي هو على هذا الشكل، يعني كيتخدم بالسقلي ها هو وبالصم. يعني الا بغينا نشوفوا الزواق عن قرب، هي هذه. غنوريكم ان شاء الله الخديه. عندنا الخديه هذه، يعني كتجي بهذا الزواق هذه، ولا كنستعملوا مثلا هذا. يعني كنحاولوا ننوعوا فقط غير في الخدمه ديال الخديه. كنخدموها بالسفيفه، كنخدموها بهذه الباندا هذه، وكتجي توب سامبل وسط. هذا كيتسموا لي كالبون، فيهم 40 على 40 او لا 45 على 45 على حسب الزواقه ديال التوب. وهنا الخديه كتشوفوا معايا الشكل ديال الخديه النهائي، الفينيسيون ديالها بشكل نهائي